إسقاط الحكومة يرفع أسهم اليسار وأزدي. كورونا يواصل الانحسار في السويد. هذه النشرة برعاية بابكر أبو كاس، إس موبلر، ترانسفير جالاكسي. أهلا بكم. أظهر استطلاع جديد لرأي الناخبين أجراه مركز نوفوس لصالح التلفزيون السويدي تقدما واضحا لحزبي اليسار وديمقراطي السويد بعد التصويت بحجب الثقة عن رئيس الوزراء ستيفان لوفين في البرلمان الأسبوع الماضي، فيما تراجع حزب الوسط بشكل واضح. مراقبون سياسيون قالوا إن التركيز على حزب الوسط باعتباره الحزب الذي يملك حلاً للأزمة أدى إلى تراجعه بين الناخبين. ووفق آخر الأرقام، تقدم حزب ديمقراطي السويد الذي تقدم بطلب حجب الثقة بنسبة 2.2% في الاستطلاع ليحوز على 21.4% من الناخبين ويحل ثالثاً بفارق ضئيل عن حزب المحافظين الذي حصل على 21.8%. كما تقدم حزب اليسار الذي كان أول من بادر بسحب الثقة من رئيس الوزراء بنسبة 1.6% ليصبح عند 11.2% ويحل رابعاً بين الأحزاب البرلمانية الثمانية، في حين حل الحزب الاشتراكي الديمقراطي أولاً بنسبة 25.5% متراجعاً 0.6%. أعلنت هيئة الصحة العامة اليوم أن المؤتمرات الصحفية الدورية التي تعقدها الهيئات الحكومية المعنية بمكافحة عدوى كورونا ستتوقف مؤقتاً خلال الصيف، وسيعقد المؤتمر الصحفي خلال الصيف بعد غد الخميس الأول من تموز يوليو قبل أن تستأنف المؤتمرات في 12 آب أغسطس المقبل. وقالت الهيئة أنها قد تلجأ إلى عقد مؤتمرات صحفية استثنائية خلال هذه الفترة حال وقوع أحداث غير متوقعة، في حين ستنشر الإحصاءات المتعلقة بالجائحة والتطعيم كما كان الحال من قبل أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة طوال فصل الصيف. وفي آخر مؤتمر صحفي عقدته الهيئة الخميس الماضي، قال مستشار الدولة لشؤون الأوبئة أندش تيغنل إن السويد تشهد تطوراً إيجابياً مع انخفاض سريع في عدد الإصابات، مضيفاً أن هذا الاتجاه واضح جداً. سجلت السويد 7 وفيات جديدة بكورونا منذ يوم الخميس الماضي، ووصل إجمالي الوفيات إلى 14,626 حالة منذ انتشار العدوى في البلاد، وبلغ عدد الإصابات الجديدة بالفيروس 847 حالة منذ يوم الخميس. وفي أرقام التطعيم، تلقى حتى الآن 4,741,697 شخصاً جرعة واحدة من اللقاح على الأقل، ما يمثل 57.9% من السكان البالغين. ذكرت صحيفة تايمز البريطانية أن وزيرة الداخلية بريتي باتل ستقترح الأسبوع المقبل قوانين تمكن الحكومة من إرسال طالبي اللجوء إلى الخارج لمعالجة طلباتهم، مشيرة إلى أن مسؤولين من الحكومة البريطانية أجروا محادثات مع الدنمارك ليتشارك البلدان إنشاء مراكز في أفريقيا لهذا الغرض. وقالت الصحيفة إن مشروع قانون الجنسية الذي ستقدمه الوزيرة سينص على إنشاء مراكز لمعالجة طلبات الهجرة واللجوء خارج بريطانيا، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون متحمس للخطة بعد وصول أكثر من 5,600 مهاجر إلى بريطانيا عبر القناة الإنجليزية في قوارب صغيرة العام الحالي. وكان البرلمان الدنماركي وافق في 3 حزيران يونيو الحالي على القانون المثير للجدل الذي قدمته الحكومة بقيادة الاشتراكيين الديمقراطيين لنقل نظام اللجوء في الدنمارك إلى دول خارج أوروبا. وانتقدت الأمم المتحدة القانون وقالت إنه يقوض التعاون الدولي في قضايا اللجوء، داعية البرلمان إلى رفضه لكن دون جدوى، كما انتقد الاتحاد الأوروبي المشروع للأسباب نفسها.
كشفت دراسة نشرت جامعة إكسفورد نتائجها الاثنين أن مدة زمنية من عدة أشهر بين الجرعتين الأولى والثانية من لقاح أسترازينيكا إكسفورد ضد كوفيد-19 تحسن المناعة التي يؤمنها، معتبرة أنه عامل مطمئن للبلدان التي تواجه مشاكل في الحصول على اللقاح. وأظهر الباحثون أن الفترة الزمنية التي تصل إلى 45 أسبوعاً بين الجرعتين تحسن الاستجابة المناعية للفيروس ولا تقلل من فعالية اللقاح. وقال مدير مجموعة إكسفورد للقاحات التي طورت لقاح كورونا إن هذه الأنباء يجب أن تكون مطمئنة للبلدان التي لديها كميات أقل من اللقاح والتي قد تقلق بشأن التأخير في الحصول على الجرعات الثانية لسكانها. للمزيد من الأخبار والتفاصيل لا تنسوا زيارة موقعنا الكومبس.سيا، وأشكر لكم طيب المتابعة. إلى اللقاء. هذه النشرة برعاية بابكر أبو كاس، إس موبلر، ترانسفير جالاكسي.